وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قام بزيارة لمدينة العلمين الجديدة، حيث تفقد خلال الزيارة المشروعات المنفذة بالمدينة، كما عقد مؤتمرا صحفيا يشرح خلاله مخطط تنفيذ المدينة وأهدافها والمشروعات المقرر تنفيذها بها. مدينة على أعلى مستوى بتتعامل، هدفها أن احنا نجتذب طبعا يعني إعادة توزيع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر والاستفادة من الساحل الشمالي بتاعنا اللي هو يعني للأسف لفترة طويلة كان فقط ان هو بيستغل شهرين في السنة او ثلاثة على الاكثر، ان يبقى عندنا هنا مدينة كاملة فيها كل مقومات الحياة، بنتكلم على انشطة سياحية، عندنا هيبقى فيه جامعات، هيبقى فيه مراكز استشفاء ومستشفيات عالمية، عندنا منطقة صناعية كبيرة جوه المدينة. الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة والتي يبلغ طوله نحو 4 كيلومترات، كما تبلغ مساحة المنطقة نحو 50,000 فدان، وتصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منها لنحو 12 مليار جنيه، وطول كورنيش العلمين الجديدة يبلغ 14 كيلومترا تقريبا، وهي تعادل طول شاطئ الإسكندرية من المنتزه واحد طرق 60. مدينة العلمين الجديدة أول نواة فيها أو أول باكورة فيها الإسكان الاجتماعي. الإسكان الاجتماعي طبعا ضمن خطة الدولة وصندوق الإسكان الاجتماعي بنفس الأسعار بتاع المدن الأخرى. كما تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل 1,000,000 وحدة بمدينة العلمين الجديدة، ويبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة نحو 5,000 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع في المرحلة الأولى. خطوة من وزارة الإسكان من خلال بناء مدينة العلمين الجديدة، تلك المدينة التي ربما تغير من شكل المنطقة الجغرافية خلال سنوات معدودة. عمرو عبد الحميد، الحياة اليوم.